بياكلش. جدك ما بياكلش، عنده كام سنة؟ عنده 81 سنة. بص انا هقول لك على حاجات كده مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. فترة الطفولة تقدر تمام. تقول فترة الطفولة تقدر تقول عليها ان هي ايضا زي فترة ان الشخص ما بيكبر في السن. تقدر تقول ان ما الشخص بيكبر في السن الوظائف البيولوجية بتاعته والتشريحية بتاعته بتتغير 180 درجة. يعني مع حالات، مع بعض الحالات الاستثنائيه يعني. فما تيجي مثلا وليكن تقول لي مثلا ما بياكلش، هو طبيعي يعني الطفل برضو مثلا وليكن ممكن ياكل حاجه صغيره كده ويقوم يجري او يلعب او يتحرك مثلا وليكن. لو جينا مثلا نشوف الشخص الكبير، لا هو عنده فقدان في الشهيه، كل الناس اللي في نفس عمره تقريبا توفوا، فتلقائيا كحاله نفسيه ما عادش شايف الناس اللي بيحبها، شايف ان الجيل الناس بتبص له بشكل مختلف، مش بيلاقي الاهتمام اللازم. كل هذه الاشياء النفسيه ممكن تأثر عليه في ان هو ما ياكلش، يعني زي يجي له فقدان شهية عصبي يعني. فده شيء طبيعي. اهم شيء مثلا وليكن في هذه، اهم شيء مثلا لشخص مثلا عنده 81 سنة، اهم شيء تعمله ان انت لازم تحسسه بالاهتمام، يعني لازم تهتم بيه، لازم تحسسه ان الناس كلها حواليه، ان الناس كلها موجودة حواليه، لان هو ما بيوصل لهذا السن بتبقى دافعة قوية جدا ليه ان هو يبدأ بتفكير ان ما فيش حد جنبي، مراتي اللي كانت موجودة معايا ما عادتش موجودة، زمايلي كلهم الى رحمة الله. فتلقائيا بتبقى دافعة قوية جدا، حالته النفسية تبقى تكاد تكون معدومة. فهو اهم شيء مثلا لشخص عنده مثلا وليكن حالة نفسية سيئة او شخص كبير في السن، اهم نقطة تعملها ايه؟ ان انت تهتم بيه اهتمام زايد، ان انت تحسسه ان كل الناس حواليه، ان كل الناس بتسأل عنه، ان كل يعني النقطة الاولانية الاهتمام، دي رقم واحد. احكي لك قصة كده. كان في شخص كان يعني انا ايام ما كنت بعمل كطبيب تغذية في السودان، كان ايام ما كنت بعمل كطبيب تغذية في السودان، كان في ست برضو نفس الفكرة كده، عندها 71 سنة وما بتاكلش خالص ورافضة ان هي تاكل. بمجرد خدوني، انا كنت ساكن في الخرطوم نفسها، وبعد كده انتقلت من الخرطوم، رحت ولاية اسمها بورت السودان. اما رحت ولاية بورت السودان، اما رحت ولاية او محافظة بورت السودان دي، رحت ايه اللي انا عملته معاها وخليتها تاكل بالرغم ان هي ما كانتش بتاكل اي حاجه خالص؟ ايه اللي انا عملته؟ شويه اهتمام، ابوس ايديها، يعني احسسها ان انا زي ابنها، ان انا بحبها، شويه اهتمام زياده. مع هذه الاهتمام الزياده اقول لها تاكل بالرغم ان هي ما بتاكلش من الناس اللي حواليها خالص. ليه بتاخد مني؟ لان انا اديتها نوع من الامان ونوع من الاهتمام. وهي ده الشخص الكبير في السن، اما بيلاقي نوع من الاهتمام ونوع من الـ يعني الـ يعني من الحب، تلقائيا بيحس بالامان. لو حس بالامان تلقائيا هيعمل معاك كل اللي انت عايزه، كلت وشربت وعملت كل الحاجات اللي هم اصلا كانوا جايبيننا علشانها ودفعوا فلوس علشان كده. انا فقط كل اللي انا عملته رحت قعدت معاها، اديتها شويه اهتمام، خليتهم عرفتهم ازاي يتعاملوا معاها، وحس يعني شويه تغييرات بسيطه، رجعت تاكل زي ما كانت الاول وحالتها اتحسنت، وبقت بدأت هي طبعا كبيرة في السن، يعني هي توفت بعد سنة او سنتين من هذا الامر، لكن الشاهد من الموضوع فكرة ان هي رجعت لوضعها الطبيعي وبتاكل وبتشرب لكن يعني الشخص الكبير في السن هو محتاج مزيد من طب الاهتمام. معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، هو عنده في ظهره في قرحة فراش ده برضو ناتج من قرحة كتر النوم. ماشي، ما هو ده ناتج برضو. انت تعرف، انا احكي لك قصة تانية. احمد ديدات، تعرف الشيخ احمد ديدات؟ الشيخ احمد ديدات ده من الاكابر، وبخش ابحث عنه. الشيخ احمد ديدات ده داعية كبير جدا. الشيخ احمد ديدات ده عمره ما، بالرغم ان هو قعد في الفراش فترة طويلة جدا، عمره ما جاله قرحة فراش. ليه؟ الناس اللي حواليه، مراته كانت بتهتم بيه، بتغير له مرتين ثلاث مرات في اليوم. يعني الشاهد من الموضوع، الشخص الكبير بيحتاج زي ما قلت لك كده، بيحتاج اهتمام، بيحتاج تغيير الملابس بتاعته تتغير بشكل مستمر، يتفتح الهواء في المكان، الشمس تنزل عليه، ياخد الحاجات الاساسيه مثلا، وليكن بعض المكملات، طبيب يكتب له مثلا بعض المكملات ممكن ياخدها، لكن لازم اهتمام، لازم الشباك يتفتح، لازم الشمس تنزل عليه، لازم يعني كنتيجه للنوم طبيعي. هو كبير ولازم الناس اللي حواليه تهتم بيه، لكن طبعا الناس بتكبر واللي حواليه مش بيهتموا بالاهتمام اللازم، فتلقائيا لازم يجي له قرحه فراش. طب
معلش يا دكتور، ممكن رقمك بس ابقى استعلم منك في شوية حاجات؟ 20 يتمشي دي 77. تمام 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 ده اللي عليه الواتساب. ده اللي عليه الواتساب وعليه الرقم الدولي بتاعي، ممكن تتصل بيه دولي برضه. انا معلش بقى دكتور صدعتك معايا، بس لا لا ولا يهمك. المهم زي ما انت شايف احنا مش عارفين المهم نعمل معاه ان حاجة. انت تكون فهمت هذا الكلام عشان توصله للناس اللي قاعده معاه ومش فاهم هذا الكلام، يعني الست اللي حواليه اللي قاعده معاه ومش مهتمه الاهتمام اللازم، عرفها ان ده اهمال منها، وعرفها ان هي لازم تهتم اكتر من كده، وعرفها ان هي لازم تغير له كل شويه، عامل زي الطفل الصغير. الطفل الصغير بيحتاج يتغير له كل شويه. الطفل الصغير بيتعامل معاه ازاي؟ بيحتاج ان الطفل الصغير بتشيله وتوديه وتعمل له كل حاجه يعملها على نفسه وتغير له مره واثنين وثلاثه في اليوم. فشاهد من الموضوع، الراجل الكبير زي الطفل الصغير بالظبط، يحتاج هو دكتور، يا دكتور في نقطة في دماغه، ان هو لما بنيجي مثلا نغير له بيقعد ينفخ ويتعصب ويعمل، ما بيرضاش حد يغير له، بنقول له تعالى كده على جنبك علشان القرحة، ما بيرضاش. ماشي. ما هو برضو ما حسش بالامان من مع الناس اللي حواليه. يا حبيبي لازم يحس بالامان، لو هو مش حاسس بالامان مع الناس اللي حواليه يبقى تلقائيا تجيبوا له حد يكون مثلا دكتور في المنطقه تعرفوها الحاله، بحيث ان هي عايزه تحس بحد بيهتم بيه. هم هي مفكره ان انتوا مش حاسين بيا، لا جيبوا لها دكتور واتنين وقولوا له، يعني حسسوها بالامان، يعني هي بتحس حاسه ان هي مريضه ومفيش حد مهتم بيها، فتلقائيا نفره منكم، فتلقائيا تعملوا ايه؟ تجيبوا حد مثلا وليكن اقرب دكتور ليكم مثلا موجود في المنطقه اللي حواليكم، تعرفوها بالحاله، تقولوا له معلش تعال لها وعرفها ان احنا، وقول لها تاكل وقول لها تشرب وقول لها تسمع الكلام وعرفها، وبحيث ان يعني لازم يبقى حد. ما دامت مش متقبله الناس اللي موجوده معاها، لابد ان انت تشوفوا حد وسيط يهدئ الوضع اللي موجود بحيث ان هي تتقبل. ماشي تمام يا دكتور، معلش انا بقى صدعتك وابعت لك مسج على الواتساب على طول. تمام ماشي، بس معذرة احيانا ما بقدرش ارد على طول مباشرة، لان بيبقى عندي شغل الصبح احيانا من الصبح لحد الساعة 7، وبعد كده بيبقى عندي شغل تاني، ويعني ما ببقى فاضي فقط بفتح هنا يعني، وما بشوف الرسائل برد عليها ان شاء الله. براحتك يا دكتور، يعني انا هبعت لك المسج وانت براحتك رد زي ما انت عايز. الله يسعدك، ربنا يحفظك. انت لو احتجت اي حاجة. ده شرف ليا يا دكتور، والله شرف ليا يا دكتور. الله يسعدك، شكرا جزيلا، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. يلا يومك سعيد، حياتك أخليك يا كلها دكتور، سعادة، خلي بالك من نفسك وتحت أمرك في أي وقت يا حبيبي. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا الله يخليك يا يسعدك، دكتور، شرفت حياتك. معرفتك يا والله دكتور، الشرف ليا، الله والله يخليك، شرف ليا، شرف ليا أنا، الشرف ليا يا حبيبي. مع السلامة، في رعاية الله، السلام الله عليكم، يخليك يا دكتور، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.